يقول السائل: ابن عم لي له دكان فيه بضاعة، فأراد أن يبيع البضاعة ويؤجر الدكان، فجاءه رجل ليشتري البضاعة، وجئته أنا لتأجير الدكان. اختلف ابن عمي مع هذا الرجل في الثمن، فطلب مني الرجل الشفاعة له حتى يشتريها بثمن أقل، فشفعت له، لكن الرجل كان يريد شراءها بثمن زهيد، فرفض ابن عمي بيعها له وعرضها علي، فوافقت بشرط أن يمهل الرجل 3 أيام لعله يشتريها حتى لا أتهم، فحصل ذلك ولكنه لم يشتريها فاشتريتها أنا، فهل هذا جائز لي؟ نعم، لا بأس في ذلك ما دامت معروضة للبيع، معروضة لمن يزيد، فيجوز أنك تزيد وتشتري، لا بأس بذلك. نعم.